السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الكيبا ميلاز جوكتان ومركلة يو أيرو تي في برنامج هذا بيات كل ساعتين ما أنت أخرتي وحنا كادو دونا برنامج أنا وما قدرنا جدا ما أنت وأنا أنت بدنا كوفا قدي دونا قبل كجدو جود هان خلفوف تا قبل ك نم عذا قبل كتال لقالها يدقن ك يو جود هان بالشدة قبل كاتجن أيه نم أنت كادو دونا وبرنامج هذا بي inta badan aad kala socoteen Aero TV ma aha barnaamij cusub laakiin maanta waxaanu qayb kale ayaanu runtii ka hadli doonaa barnaamijka waxa ay u martay Sheikh Sirad Nure oo ku magac dheer Khumeini oo inta badan naysta dadka u yaqaanaa Khumeini Sheikh Sirad waa qoraa waana nin taariikhi ah waana nin dal iyo dad yaqaan ah mudan ku soo dhawow Aero TV waa maalsan tahay adiga iyo تيمكا ايرون تي في ادوم باتنتين ودوهي ان وايهي طبعا قبل كجدو marka la maqlo dadku siyaabo kala badan oo kala gidsan iyo maskaxdooda ku soo dhacdo baado soo koobayo bal gobolka gado qalfooftiisa iyo qaabka uu yaalo bal anaga ay taawadayaasha nal wadaan wayahay horta gobolka gado magac gedo waa magac qadiimo hore waxaan ka soo jeedaa luqadda oromada ama mooranta macnihiisuna wuxuu ahaa baarlamaan waxaan malaynayaa waad maqashaan abaagada nimanka ayaga ugaasiyadooda ah nimankaas abaagada loogu yeeraa marka abaagu waa ومدحي قدر هو جروب كي واحد جامين هاي ما قاعد هم مركا هلك على صور تكسر جدا قدو وقارت قبل كلابات وصوماليا سديد يهتمون كقبل قبل كلابات هو بحد وين وقبل ككلي هو حدود لله laba gobol oo ajnabi ah gobolka la yiraahdo Borama Awdal ayaa la yiraahdaa laakiin Awdal cidda labaad oo xuduudka la ah ajnabi laguma magacaabi karo waa Djibouti marka aanu Djibouti ajnabi uma aqaan لكن تنو لوا ودن أو لوا علن أو كله وعجينا بكت تاعين يين كستو تد كدرس كله هو سومالي هاي عندنا لوا علن وعجينا بكت تاعين وقبل كلي هو لوا وبي أي مران قبل كاسو مركا مقال كيس جولي لاسا ويرو كلي كله جويو وحقوق أجيها أم غضا بودو نيف جيل هي سنتا للاجوي إلى جرف لجت كل راعي سيدها سو يوم غضا ما بكيس مركا كل جسال له تاو وقبل هذا سيدا سومالي أبداً تايل لكن أنا وأنا سلنا سووا عوسي درين جاي وقبل هذانا أو أي دات عيري وكل أولي وي نعم تي قبل كوا هذان دات كا عيرة دات كي بقى انكفى إيه سنكر وي مثلا نينك عليه جدو حلقة يلا ما ميلا جيل ومش جيل هو بدي يلي رادا هذا قال تساسي قرار رتا مركا لو كنا هلا نين اللي هبادر كيسا inna laba kun hal aad ka badan leh oo reegada hadir Nairobi jooga way amaan loo ku arkay aan ninka kun hal aad iyo 500 hal aad iyo kun iyo 500 yale waa baahan yahay waa dhiban yahay waa rafaadsan yahay kama faa'iideysan karaa marka dhulkiina waa saas beeriba dhul beereedki baa jooga oo yaalka baa qulqulaya معادين يو واحد بالجاي حق عسكر ديجيو وحق جاردات من ده وفهمي جمع عيس هذا مركز جدو أنت أنا قلفوف كسر جوتكو سقاطو
سداس وسميسي هاي دتك إني سدا نقدان وحياه فوديه بعشره. وي أنت هذا لو قلين وحياه فوديه. ها. بلشود الصوماليات أنا وكصحافة هان أنت بدل ما كانوا عبارة إنه وحنا نرانا الصومالدو حول نقطه ما هي وحول راعته. exactly. حول حضرتك نقدان وين منفع صدان وين كم مقدان منفع حولها كم مقدان لكن دتك حول راعته ده ما حول راعة. يعني الدرانيو يرفض يديها الباكودة بالدلاء مركب ما الله أراك رأى ذاتك الصوماليات وحول الرعاتي حول نغتما هذه ريقلتك وحول الرعات حول الرعات الله تباروي حول نغتوا أكفو جيهين هذا كوربا وعاني ري جيل هي قل الله بطبع جاكوا غرحانيه لكن نكوتوا فالحوية كشو مركبة كينت يدل كه وبيب مرة وبيب مرة صح مركي أتوه كي يدل كه خلاص بعد هتكر كأركيز جيده وبيب كبح يهيره هي قروح قروح مركي هتكون سو ده هاي وأنا ولا حتى سو قارن دبيل طبوه بقى سو جليس مركي هتصور ده واتنا شنبرو أنت صور نوع أو إيه هي صح يا ده جاها كصور دعية مركي هتصور كشنا وحد الله ذا يتشنّدان يا إسكندر إحنا ولاد إسكندر شوقة هذا كورة هاي سنة يقاش ده هذا وبيجين هرتا هذا سقيله يا وحكو صباح هي نندا وين وسروا الجابن قوا وعندر كلا قبين وديف ترب بدنو كم مغط حتى أصله ذا لين كان مقبل يستميع كركي سقف إن سعرن تاي هذا ملينس ninki adoo la yaabana wareysanaya adeer maashan maashan aan deganahay waxaan hoostaada ka muuqday waaba mundulo iyo arshaan iyo waxba meesha degan aruur ba soo yaacayso baabuur ka jabantis ku soo yaacays aruur waa wada cagaadiin waa aradan yihiin waa rafaadsan yihiin aad bay u falxun yihiin way gosha marka quruxdeeda ayada jannadii meesha iyo dadka ku jira say yihiin aad bay u kala dheeri aad bay u kala dheeri way جيل جيل سوف فلأ صعدة أيات كهري ما نسا جيت جيل غروح بدن بارك بوده صعدة جيل الرمية ذا سوية غروح نرجع ريارو خروس ريارو ساس أفكو تور هي مركزات سكت شما نسا هذا دولة بأورجينال ريبادية تاعي واتشطبون نسا الجيل سيادة خارج سيادة كله واتشطبون نسا أصاب الله وتشتغل جالي في سنة يبعور كي جيسو لقي أيال نمن كوتي كوسا بحيا نبختي أو أهربا أو عرب سن وجيل شلنت يا كمر صار يأكل كو أنا كي ما له يمسكوك عن كوتا ما جرانس ولا بيا أصاب سورة يعني نفتي سابا خطر كتشي سنتي يويل كيبا يويل كيبا قرف كيبا لقوح بي مركز وقنا كيلا نغدو بابورك كيلا نغل لح بكولي هاي وحار ننكا كم موغا ننكا جيلي دا هو وكوخان عسيني هاي هاشي سيوني قروح بدناتو أسونا فول حماد صح ساس وكوخان عسيني مركا ويهي هوريبا وشيغا يوددك هورا خراعا عطوي ويهي aan dhawayn hata markii xoolo dhaqato noqdo way ee dabcan arinta ku saleysan xoolo raacatada iyo dhaqanka geela yani geel jiraha iyo hab dhaqankiisa iyo nolosha qalafsan uu ku nool yahay barnaamijada baan kaga hadli doonaa waxaan doonayaa wax ka weydiiyo gobolka gado ee waxa kale oo aad lagu tilmaamaa inuu yahay gobol dhinaca biyaha hodanka marka noocyada biyaha gobolka uu leeyahay maxaa kamid ah ahay horta هذا واحد اللي واحد شر السببه تدكو إني سدى إنه جلادان أو كفى يسون وياهم برواغلا أيسون كبر هروين وحيوان سبب إنه غلا جرة وهاكم إذا قبل كوا قبل بيه بدن بعد بوب بلاريم يلا أمنا وعليه لكن أنتي سب بدن قبل كوا كوا بيني هاي تضرب دقمه تجمد علوا موجي أنت كلو بيبا مرة. وين؟ يعني الصومالي ذا وها ما بدا من الدولة دي مدي إيو نقم كيكا نجر راجي. هذا الكيكا تطبع دي دونا
oo magaalooyin oo san marin ba jiree waaw muusa u leeyahay anuu marka magaalo ma sheegin degma sheeg district district degmada ba haddeeda degmadu dhul bay leedahay degma dhul ba la yiraahdo balaaran waaw ee magaalada lama yiraahdo magaalada waa meesha maamulku u fadhiyay sax degma ayuu san marin ayal waaqaba ka jirtay degmada kale ugu fog waa garbaare 24 km buu u maraa markaas ah dhow iyo 70 km oo kale oo isla degmada ah yaa wabiga ka sii sheeysa oo xagga ka sii xagta way horta waa biyaha skow waxay leeyihiin togag dhulku waa buuraley badidiis maadaama buuraley uu yahay togag waaweyn baa ka samaysmay marka roobka do-o togagga iyaga ah intooda badan meeshu ka soo bilowdo ilaa meesha uu ku dhammaado qaar wabiga ku dhammaadaan oo biyaha geeyaan qaarna dhul dhexe oo kale oo dhul beereed ay ku faafaan meesha ay ku faafayaan ilaa meeshu ka soo bilowdo waxaa ku yaala durduro biyo iska soconaya meelo waxaa arkaysaa dhagax sidaa u gudban ayaa il aad moodo tuubo biyaha sida tuubado kale yaa fayya kale soo burqanaysa waa weligeed habeen iyo maalin markaasaa toga lama dhigi karo waa tog qalalan biyihii baa iska qulqulayo 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 meeshaad kaga soo dhacdaba biyaha ku jira biyahaas intooda badan biyo yaro culus oo cusba iyo waxa leh yay u badan yihiin biyaha durdurka meela uu macaan yahayna waa jirta oo xareed aad u malaynayso waxaa kale oo gobolku leeyahay harooyin ama waro ama balliyo sida soomaalida qofba u kala yaqaan tiro badan oo roobku biyeeyo raxmadda ilaahay markay timaado ay biyo galaan dadkii diyaariyay qaab istaraatiiji u sameeyaan intay isu jiraan intay isu jirjiraan kulligood in isleegleeg bay isu jiraan si xaalufka iyo daaqa iyo loo ilaaliyo waa kale waaweyn yihiin qaar baa hadday biyo galaan kabil kabil xoolo kastoo caba ayay joogaan markay galeen bisheeda kale ayay gaaraan inkasta oo aan dhooqasaarid iyo nadiifin aan lagu samaynin muddo ka badan 150 sano ama 140 sano taqriiba muddo gaaraysa inkastoo weligood wax laga saarin wax lagu riday ma ogi saasoo tahayna weli waa la cabaayo waa sidii biyahaas waxay aada uga caawimaan dadka roobka markuu da-o kor baa loo baxaa dhul sare bay ku yaalaan oo caduun ah oo diirhare la yidhaahdo oo buuraha ka koreeya marka halkaasaa daaqa iyo yaa la jiraa markay jiilaal noqoto ama xagaa ama diraacay nooto yaa loo hoos loo soo degaa iyo durduradii ilaa webiyaashi iyadoo cawskii baxay iyo ay kaydsan yihiin marka seereyn dabiica oo ilaahay u sameeyey ayaa dhulkaasu ayuu leeyahay dadka markaa sababta aan u leeyahay waxaa fududeeyey dadka inay maskaxda dhaqaajiyaan waxaa keenta dhibaatada dhibaataa keenta marka dadku oon ma arag oo maskaxdoodii ma ay dhaqaajin olna ma ay arag oo dhulkan dagaal kama jiri jirin waxyaabaha hadda burburkii ayaa laga yaaba meela in xoogaa wax ka dhaceen labada nin oo walaalaha ah hadday isu degan yihiin 10 kilomitr waxaa laga yaabaa inaysan 20 sano is arkin iyo 30 sano baahi isu keenta ma jirto shirar iyo talooyin iyo wax la isugu yimaado waxaa la isugu yimaadaa duco iyo roobdoon baa la isugu yimaada wadaadda qur-aan akhriya halkaas dadka la iska sheegaystaan marka maskaxdii ma dhaqaaqayso si loo xaliyo dhib jira si loo xaliyo baahidii maskaxda dhaqaajin lahay lama arag marka waxay keentay meelo badan oo afrikaana waa ka jirta arintaas oo dadkeedu aada u dambeeyo sababaha dambeyntaa keenteen ay tahay
barwaaqada ay ku noolaayeen oo dabiiciga ah aad iyo aad baad umaadsan tahay qaybaha ugu dambeeyay barnaamijkeena ku jirnaa dabcan arrintaad ka warramayso mid laga gayoonayo ma ahan waa mid aan sii wadi doonno gunaanadkii gobolka gado intii uu burburka dhacay kadib dhibaatooyin badan oo waxaa jira waddanka saameeyay gobolka siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba siyaasadahaasi dadku inta badan waxay ku riixaan dibindaabyada labada waddan ka imanaysa oo hardida etoobiya iyo haraatida kenya ayaa lagu tilmaamaa adigu ka aqoonyahan ahaan gobolkiina waad tagtaa aqoonyahankiina waad ka mid tahay nin wax badan qorayna waad tahay maxaad isleedahay waxa ugu muhiimsan ee uu gobolka maanta u baahan yahay waa qodobka iyo qodobka waa mahadsan tahay waa su-aal muhiima gobolka horta wuxuu u baahan yahay dadka hadda isaga ku dhex nool oo jooga maanta dad aan ahayn oo ama cilmi soo akhristay ama cilmi soo arkay oo indhaha ku soo qaatay oo la yimaado ficil horumarineed buu horta u baahan yahay dadka gobolka u dhashayna inkastoo soomaalidu qolo walba ay dhahda dhibkaas waana haystaa ninkii lacag hela iyo kii cilmi helaaba wuxuu noqdaa sagaalo dabin ka fakatay gobolkii wuxuu leeyahay meeshii badow ahayd oo qalalayd oo magaciisii oho maxaan ka doonaya waa dhibaatada ugu daran weeye oo gobolka haysata hadda biyobaxadii waa dhow dhacday laba buundo oo gobolka kaliya ma ahe ee dalkao dhan isku xiri jirtay ayaa dumay waa buundadii buur dhuubo iyo buundadii baar dheere middii saddexaad oo labadu waa webiga jubba ku yaalla middii saddexaad oo luuqna waa dhaawacanta iyada nafteeda arrintaas dowlad goboleedka jubbaland wax kama qaban dowladda federaalkuna wax kama qaban dadkii gobolkan u dhashay oo hadda dadkan diyaas barale qurba joogta ah waa aad baa loogu baxsadaa iyagoo ha hadlahayo iyo lacaga la arunayo waxaa waa maqlahay laakiin haddee iyagii qiyaamaha mid soo horumarahaya anigu garan mahayo weli waxba kama hayno gobolku wuxuu u baahan yahay maamul nin baa waa dhow waxaa la keenay garbaari loo soo magacaabay inuu madax ka noqdo ninkii baan waxaan ku yidhi wax kale ha qabanin meel allaala meeshaad rabto u dhac ciddaad rabto dadka ka qaad xoolaha iska wax u qabso dadka ku qafaal xoolihi waa iska dhooban yihiin waxaad samaysaa stationka booliiska in stationka weyn booliis baa ku yaala xeryo waa weyn oo booliis a fiican in si wanaagsan loo hagaajiyo dad booliis aana inta la qoro si fiican loo tababaro oo haddii la rabo macalimiinta meelo kale ha lagala yimaado kow xabsi weyn oo gobolka u lahaa magaalada ku yaalla wuu dumay xabsigii in la dhiso laba iyo maxaakiimtii in la hagaajiyo bulsho hadday meel isugu timaado dembiyaa ka dhalanaya waa in la helo booliis qabta dembiilaha maxkamad la geeyo xukunta iyo xabsi lagu hayo saddexdaa haddaan la helin maamul shan maamulo kala sarreysa hadii la sameeyo maamul ma jiro maamul ma jiro marka meesha waxay u baahan tahay maamul run ah oo maamulku ninka ugu liita haddii madax laga dhigo asuu saddexdaa haysto wuu shaqayn karaya ninka ragga ugu fiican haddii la magacaabo oo saddex muxuu qaban dembiilihii ma qaban kartid maxkamad uma haysid xabsi uma haysid gobolka baahidiisa ugu weyn waxaa weeye in maamul loo sameeyo
حتى حتى سيستم كان أو بلا قرار سمينا يدولة هوسة إلا سمينا أنا وعدة ديدن قرن معي وهي كتبها الدابة على لها دولة قبلتك مركا ملاحظة دولة قبلتك نبقى ماشي يلا إنو سنحنون كوهين أو أي سنحل أرادينين يا موقتة هذه كله وهم بيسمين لهاي الموقت هم بيسمين لهاي مركا قبل إلى هاي بوبعي هاي لكن وحوبعي هاي تد أقون له أو حجرنا يا أقون تو وكما وضع قف إنه جامعي هاي PhD holder إنه يهاي كما وضع وقف البحي هذول ربي وحقوري قف البحة أو جرنايا سنو حلاص بي على ذوي بنا نقول ها نين بيا كذي هاي استوى الله بقف كلا قبنا كرين إيه أولي أنا وحنا قوري كرين وحنا آخرين كرين الله بق قبيلة جيزينة يعني شيء ما له نقطة مركضت وحيوب بعينهن أقول له دناينا يا رب ماشطة خاصة ما حتى قف كرو ماش أول شيء أنت وحنا قبنا كرو قف كستو سومالية أو سومالي لماذا؟ إيه أوطان غنية وحاقبان كانت تدبي قف بني آدنا أو يرادو تد كانت تدبي أوبلا يعني سوى كسيرة تدك قوتك قوضي يوك واصح مركا واحقا ساسي كسامي سنتمش هادي يات بعض ما سنتاي انتا يان ما انتكوزو عميري دولنا برنامج كينا كاقاه لين قبرك قدو خمستر الخميني وحاقو حيا تاريخ بضان بواقنا واو قوري وانو كوري سندونا وحب وقتا إيهين إن شاء الله برنامج شيدان من لما ينتهي كل منا أو حب برنامج كده ده دهنا نواع صوفي فابرونة حق فرصمة دهنا إنجنير مودة وحنو دكتور جينا فيها مال الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.